كنظنش انا زعما القدرات ديال المغرب غادي تكون بسيطه حتى لهالدرجه اللي ما غاديش تقدر تغلب كرواتيا. ان شاء الله باذن الله غادي نخرجوا غالبين ان شاء الله. كنظن ان شاء الله يكون واحد التفوق لان الفريق الوطني وفريق يعني عنده واحد الامتيازات وعنده واحد الامكانيات كبيره، وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. ان شاء الله المغرب غادي يتجاوز الصعوبات والمشاكل اللي كانت عنده في كاس العالم الماضيه، وان شاء الله الفوز. المغرب وكرواتيا توقعك؟ ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه ويكون تكون ان شاء الله مباراه في صالح المنتخب المغربي. ان شاء الله المغرب يربح بجوج لواحد، 2-1 ان شاء الله. 5-1 المغرب. المغرب ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله ان شاء الله 3-1 المباراه. ان شاء الله صعبه هاي المباراه، حتكون كويسه ان شاء الله بين اول صعبه مش صعبه. Very strong team Morocco. We'll give it 100% tomorrow. We'll show the world how strong we are. المغرب 2 كرواتيا 0. مغرب 1 وكرواتيا 0. لا ان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون نتيجه ايجابيه لنا ان شاء الله. المغرب اعتدنا على المغرب تقدم مباريات كبيره دائما في كاس العالم. هو الصراحه عندنا ثقه كبيره في الناخب الوطني وفي اللاعبين اللي كلهم في مستويات جيده في اوروبا، وان شاء الله احنا كنتمنوا نتيجه ديال الانتصار هي تكون احسن دخول في مباريات كاس العالم، بس ان شاء الله يكون خير ولو تعادل يبقى يخلي الحظوظ كامله للمنتخب المغربي باش يمشي ابعد خطوه ان شاء الله في المونديال. لا 2-0. لا 2-0. الواد وادي يا سيدي والواد وادي، الواد وادي يا سيدي الواد وادي، عيون عينية الساقية الحمرانية، الواد وادي يا سيدي والواد وادي، الواد وادي يا سيدي والواد وادي.